حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى استجاب له؟ قالوا لا إله إلا الله، وأعرضوا الحجاب واندكسوا عن الحجاب ورفضوا الحجاب. خرجت المرأة وهي تقول بلسانها لا إله إلا الله، ولكنها كفرت بمبدا لا إله إلا الله. خرجت تعرض زينتها وجمالها وعرضها وإيمانها وعفافها، فحواها أهل الفجور وأهل الدعارة، فشكوا إليك يا رب، شكوا إليك يا رب. كانت لا إله إلا الله في حياة الصحابة لها معنى، لها مذاق، لها نور. كانت لا إله إلا الله في حياة الصحابة معناها أن تبيع نفسك ومالك ويرتك من الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. كانت لا إله إلا الله معناها عند السلف أن لا تفوتك صلاة في المسجد ما دمت صحيحا سليما. هذا سعيد بن المسيب من التابعين يقول، وحلف بالله وهو يقول: والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. فنقول يا سعيد بن المسيب، يا سعيد بن المسيب، وجد من أجيالنا آلاف مؤلفة ما عرفوا المسجد، إن أتوا إلى المسجد طيان وسرعة ومجاملة ومداهنة. يا ابن المسيب، إن الجيل غير ما تخبر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا ابن المسيب، إن القرآن الذي كان يتلى في بيوت المهاجرين والأنصار تحول اليوم في كثير من بيوت المسلمين إلى أغنيات ماجنة، إلى وتر وموسيقى، إلى عود ونغمة، إلى نعيم وكمنجة. نشكو حالنا إلى الله، نشكو حالنا إلى الله. يا رب، يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت فلا يانا نسيناه. ندعوه بالبحر أن يمجي سبيلتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ نسيناه. ويركب الجو في أمن وفي دعة، فما سبقنا لأن الحاكم الله. الله الله عباد الله، الله الله بالتمسك بهذه الكلمة والعمل بها وبمضمونها والمعرفة. أيها إخواننا مسلمون مؤمنون موحدون، فلا بد أن يكون لهذه الكلمة أثرا في حياتنا، أثرا في سلوكنا، أثرا في مجتمعاتنا. نعم يا عباد الله، نرى كثير من الناس يطلق بهذه الكلمة وهو بعيد عنها كل البعد. فالله الله، فإذا أردنا عباد الله أن المحن والفتن ترتفع عنا، وإذا أردنا أن الله عز وجل يصلح بلادنا ويصلح أحوالنا، فعلينا أن نتمسك بهذه الكلمة ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وصلي وسلم على من قلت بالصلاة والسلام عليه، يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من في صلاح صلاح الاسلام والمسلمين، وامدد بنصرك وتوفيقك ملوك ورؤساء المسلمين، ولم شعثنا واجمع شملنا وحفظ كلمتنا، وانصرنا على من خالفنا. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا محاكمين لكتابك ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك باليهود ومن هادهم، والنصارى ومن ناصرهم، والمجوس ومن سالهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من كادنا فكيدوا، اللهم من كادنا فكيدوا. اللهم من أراد بنا وبلادنا سوءا فاشكو بنفسه ورد كيده في نعله. اللهم اصرف على المجاهدين، اللهم اصرف على المجاهدين في كل مكان، اللهم اصرف على المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع على قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم يا رب العالمين على عدوك وعدوهم. يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد.